قام وفد هنغاري رفيع المستوى بزيارة إلى كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتين في ماركا، اطلع خلالها على أوضاع المهجرين العراقيين الموجودين في الكنيسة والخدمات الإنسانية المقدمة لهم، كما التقى بالمسؤولين والمشرفين عليهم. المزيد عن هذه الزيارة في التقرير التالي. قام وفد هنغاري رفيع المستوى بزيارة إلى الأردن بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة من قبل الكنيسة والمؤسسات الدينية للاجئين وخاصة الإخوة العراقيين المهجرين. وابتدأت جولة الوفد الذي يمثل عددا من مسؤولي الحكومة الهنغارية كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتين في منطقة ماركا في العاصمة عمان. وكان في استقبال الوفد الهنغاري لدى وصوله المونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان، والأب خليل جعار راعي الكنيسة، والأب زيد حبابي راعي الكنيسة الكلدانية، والسفير الهنغاري لدى الأردن. ورافق الأب خليل جعار الوفد الهنغاري في جولته بين أروقة المدرسة، حيث التقوا الطلبة العراقيين والمدرسين المقيمين في الكنيسة. ثم زار الوفد عيادة الرحمة التابعة لجمعية رسل السلام، واستمع لشرح واف حول الخدمات المجانية التي تقدمها العيادة للمراجعين. وبعدها زاروا الكنيسة ومركز الكمبيوتر الذي يقدم دوراته لعموم الطلبة في المدرسة ويسهل إنجاز مهامهم وأنشطتهم. كان الوفد الوزاري كتير مرتاحين من العمل الذي تقوم به الكنيسة من جهة، والعمل اللي بتقوم فيه الحكومة الأردنية كحماية وخدمة لإخوتنا المهجرين في الأردن. وخلال الزيارة قدم طفل عراقي هدية خاصة إلى الوفد الزائر، وهي عبارة عن صورة للسيد المسيح مرسومة بأيد عراقية. وفي الختام تم التوقيع على اتفاقية أولية تهدف إلى تحسين الخدمات ومنها التدفئة المركزية داخل المدرسة.